هنا يمكن هاخد راي استاذ محمد دياب في ده، وانا بتساءل على مساله ان المذكرات دائما ما تكون امر شيق ويفتح الشهيه للقراءه، لكن هل انحصار عاده القراءه مثلا جه بسبب انه الناس بتخش على مواقع انترنت وعلى بتاع ويطلع الكتاب يلاقيه بي دي اف فلا بينزل يشتري، ولا انا ببقى عارف انه اشترى ولا ما اشتراش وبالتالي ما عنديش رقم ما عنديش احصاء انا كناشر ابدا اتخض، ما انا ما بحققش مبيعات وبالتالي ممكن اعاني من خساره ما. هل مساله القرصنه والبي دي اف دي بتلعب دور كبير للدرجه دي؟ اكيد يعني اكيد دي من ناحيه، من ناحيه تانية برضو ارتفاع اسعار الورق وبالتالي ارتفاع اسعار الكتب الاصليه، ده كمان بيشجع على مساله انه يبحث عن الكتاب اذا كان متوفر بي دي اف او ممكن يستعيره او يشتريه نسخه من على رصيف مقرصنه. لكن ومع ذلك برضو في لسه ناس بتشتري، مهتمه تشتري الكتاب الاصلي يعني. طب عايز ارجع بقى للكتاب، ايه اللي خلى استاذ محمد دياب يكتب او يهتم بمساله نشر مذكرات الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ تحديدا المذكرات الاولى، انا لما اكتشفتها من كام سنه المذكرات الاولى اللي كانت في مجله الاثنين سنه 38 كانت يعني بمثابه حدث، يعني انه في مذكرات لعبد الوهاب سنه 38، وهو بالمناسبه بدا حياته الفنيه صبي وهو بيغني في تقريبا يناير 1917 مع فرقه فوزي الجزائري، فكان مسافه حوالي 20 سنه يعني يزيدوا شويه 21 سنه مظبوط بس يعني هو مواليد 1902 بالمناسبه علشان نحسم الامر يعني يعني هو بدا وهو عنده 15 سنه 15 سنة. نعم فكان يعني كان عندي شغف كبير ان انا اجمع الحلقات دي واعرف قال ايه عبد الوهاب في وقت مبكر، يعني يعني وقت ما نشر مذكرات كان هو عبد الوهاب كان خلاص تسيد مشهد الموسيقي والغنائي في مصر طبعًا. والعالم العربي، بس برضو كان في مرحله مبكره شويه يعني فكان عندي اهتمام بالغ ان انا اعرف قال ايه عبد الوهاب في المذكرات دي، ولما جمعتها بقى عندي اهتمام ان دي حاجه وثيقه من حق الناس انها تطلع عليها. ايوه يعني ايه اللي يدفع رجل عنده 36 سنه يكتب مذكراته وينشرها يعني؟ لانه دايما نقول لسه بدري. المجله اللي طلبت منه، لانه قبل ده يعني قبليه على طول كانت عملت مذكرات نجيب الريحاني وده كان وقتها اكبر فنان في مصر طبعا مع يوسف بيه وهبي طبعًا. يعني فكانت عامله له يعني حلقات يمكن على مدى 57 اسبوع سنه وخمس اسابيع، فحبت تعمل خبطه كبيره كمان فتجيب اكبر مطرب بره مصر اكبر والاشهر واكبر موسيقي مطرب الملوك او موسيقار يعمل مذكراته.